الفوندو. في فقرة الفوندو لليوم باش نهزكم لولاية المهدية، وين باش نحكي لكم على واحد من المعالم التاريخية والأثرية الموجودة فيها، واللي هي السقيفة الكحلة. يرجع تاريخ السقيفة الكحلة للفترة الممتدة بين 916 و 921 ميلادي، وتمثل البرج الرئيسي للسور البري لمدينة المهدية ومدخلها الوحيد، وتتكون من برج علو 18.5 متر وعرضه 12 متر مع عمق 12.70 متر، وكذلك من ممر مغطي يؤدي الأسواق المدينة العتيقة طوله 33 متر وعرضه 5 أمتار وفيه 6 أبواب حديدية. ويذكر المؤرخين وخبراء التراث باللي الممر هذا تسمى بسقيفة الكحلة لشدة ظلمته وشد عديد التحويرات بعد هدم الإسبان للأسوار في سنة 1555، وترجع آخر التحويرات هذه لعام 1893 ميلادي. المهدية هي ثاني عواصم الخلافة بإفريقية، وتنوعت الآثار فيها، شيء اللي يدل على استقرار إنساني منذ الفترة البونية. كانت عاصمة للفاطميين سنة 1920 ميلادي، وين اتخذها الخليفة الأول عبيد الله الفاطمي عاصمة، فكانت حصن منيع من الغزاة ومركز تجاري ضخم بحوض الأبيض البحر الأبيض المتوسط، والشيء اللي خلى باب زويلة واحد من أهم الأبواب التاريخية، وخصائصه العمرانية المتميزة وصلابته رغم الحروب القاسية اللي كانت سبب في تدمير معظم المدينة. وذكر أنه من الميسور أن يمشي ثلاثة فرسين بخيلهم على سطحه الأعلى، والشيء هذا اللي ما نعرفوهش في مدائن إفريقية أو المغرب العربي، ويقرب ارتفاعه في الهواء من 11 إلى 12 متر، وعرض بناء السور كان لا يقل على 6 أمتار. وتكتب في وصف البرج الرئيسي اللي يضم باب زويلة، الشيء اللي يجعل في ناحية البر جدار يتقدمه مدخل شاهق على شكل برج منيع مازال على حالته الأولى، وهو مدخل المدينة الرئيسي من جهة الغرب، وهو عبارة على حصن منيع مدمج بالسور بقى على حالته الأصلية إلى أيام الأتراك في القرن 11 هجري، وقت اللي دخلوا عليه تحوير من أجل نظام المدفعية الجديد. ويضيف المؤرخون أنه تبني في زوز طوابق فوق الدهليز غرف ومخازن للسلاح والذخيرة والرجال، أما الدهليز فقد جعلت على جانب منه مصطبة لجلوس الحرس المكلفين بحماية الحصن، وكان يمر أمام الحصن هذا خندق يجتازه الناس بواسطة جسر متحرك، وتردم الخندق هذا منذ أمد غير بعيد. ويشهد المدينة المهدية أنها كانت مركز الحضارة والصناعة والتقدم، الشيء اللي رشحها باش تكون عاصمة متقدمة في العالم الإسلامي، الشيء هذا اللي خليها تكون فيها أسوار عالية، وتبنيت المراسي وتشيدت دار الصناعة وحفرت الأهراء وملئت الجباب بالماء، وتوسعت المدينة على البحر وتردم جزء منها للتوسع. وشيء اللي خلى تسمية باب الفتوح باب زويلة ذكرلنا حسن حسني عبد الوهاب في كتابه خلاصة تاريخ تونس أن عبيد الله المهدي ابتنى لسائر الناس مدينة أخرى تسمى زويلة، وهي إحدى المهديتين، وجعل الأسواق والفنادق فيها وأدار بها خندق متسعة تجتمع فيها الأمطار، فكانت كالربط لمدينة المهدية، وكان بخارجها الحمى المعروفة بحمى زويلة، وكان كله جنان وبساتين وبسائر الثمار وأنواع الفاكهة. كانت هذه فقرة الفوندو بسقيفة الكحلة في المهدية أو باب زويلة. الفوندو. الفوندو.